مساء الخير عليكم ومرحبا بكم دايما في حصتكم الايادي الذهبيه اللي تطلع عليكم دايما عبر قناه الجزائر عنوان قناه الشباب والعائله. ودايما حق المراه الجزائريه اللي تحب الطبخ موجود وبيان سور نتهلاو فيها كما يلزم الحال. اليوم المطبخ راهو في حاجه حلوه اللي نتمنى ان شاء الله تحل ايامكم، والوصفه اللي راح تقدمها اليوم اللي بيان سور راح تكون بلمسه بالبزاف ثاني شابه بانامل وايادي ذهبيه تاع الشاف امينه اللي زارتنا ديجا من قبل. نسلمك نوال، مرحبا بيا عندكم بوغ لا دوزيام فوا. عندنا وصفه اليوم اقتصاديه en même temps حلوه اللي يحبوها كاع الناس، حلوه اللي ما طيبش ما تعبش بزاف ويحبوها كاع الناس، حلوه اللي كندار في العراس كيما نقدروا نديروها في عيد. ويوسمها اللي هي الكفته. الكفته والكفته اللي راهي طوندونس في لا بيريود هذه سي الكفته تاع الثومه، هي اللي راح نديروها اليوم. تري بيان. الوغ وصفه تاع الثومه لكن راح تكون فيها اون فارس جديده. دائما حنايا كي تكون وصفه حتى وكان تعرفوها لكن الحش ولا فارس والبنه لازم تكون مضمونه. عندنا اللمسه تاعنا سي نورمال، ايادي ذهبيه باطل كاين لمسه تاع الشيف. نشوفوا لي زانغريديون داك. نشوف الله نبداو. بسم الله. في الكفته عندنا دو عندنا لاباط وعندنا لافاس، يعني دو زانغريديون. هذه سي لافات دامون، هذه لافات دامون اللي هي كلاسيك، وعندنا لافاس اللي راح تكون اليوم او شوكولا. بون لافات دامون نسحقوا كيلا لوز اون بودر اللي يكون مرحي مليح، سينو يشروه الناس اللي دائما يسقسوا على اللوز كيفاش يرحوهم ويصعب لهم باش يرحوهم اون بودر، نقولوا لهم باللي اللوز اون بودر راهو متوفر يقدروا يشروه. زايد شويه برك في لو بريمي ينقص هذاك التعب تاع الرحيان ويجي اون بودر ويجي بيض، يعني اشري واستعملي ديريكت وكونك هانيه. عندنا لوز اون بودر، عندنا كيلا سكر غلاس، عندنا شويه تاع زبده، واحد المغرفه تاع زبده باش تقعد لاباط دامون تاعنا توجور طريه، عندنا لافاني اللي نعطروا بها لاباط دامون تاعنا، وعندنا شويه كولورون بلون باش نكليرسيو هذيك لاباط دامون تاعنا ونخدموا لو موتيف تاعنا اليوم. بيان سور لاباط دامون كل واحد باش يلمها، مي الحاجه اللي لاستيس تاعنا اليوم اللمسه تاعنا اليوم سي نلموها بالماء كاريمون بالماء باش ما تيبس ما تتشقق ما حتى حاجه، وحتى ثاني نقول لكم ما تقعدش فيها الريحه. الريحه اللي لمها بالمزهر كما كنا نقولوا يبدل الكو تاع اللوز، اللي البياض البيض تتشقق، كاين ناس تلم لو سيرو تخافي البياض تاع البيض البيض يدور مع الصيف. بيان سور سيرتو في الصيف اللي يلم بلو سيرو سي دوبل سكري ثاني وتزيد تنشف وتتشقق تولي تتفتت، الوغ كي تتلم بالماء راح تقعد على حالها تقعد طريه يا لو كان تقعد 20 جور. تري بيان. هذه هي لاباط دامون اللي ننصحكم ديروها، ودائما حنايا كي بدينا نعلموا علمناها والحمد لله. امينه شافت من دي غوسيت لقينا بلي هذه هي لا ريسيت، عاودنا ولينا ليها الاساسيه تاع لاباط دامون وين ما كانت. لاباط دامون ساسوا نخدموا بها لي فروي ولا اي حاجه نخدمها بالطريقه هذه. انا توجور لي كوموند تاعي في حانوتي في المحل نخدمها بالطريقه هذه، الناس كانت تشكرها بالمية باسكو الناس كاع تديها وتضاين لهم. قولوا لي داري لي باط دامون يجوا يتفتتوا يجوا يابسين يربوا لاكوش من الفوق هي تقعد على حالها. ما شاء الله ما شاء الله تري بيان. الوغ نبداو. بسم الله. عندنا لاباط دامون كيلا تاع لوز اون بودغ، وعندنا كيلا تاع نخدمو كيلا بكيلا باش نقصو شويه الحلاوه، كيلا تاع سكر غلاس اللي يكون مغربل ديجا، عندنا شويه تاع لافاني اللي تعطر لنا بيان سور هي اللي راح تعطر لنا وما نكثروش بزاف باش ما يروحش الكو تاع اللوز، عندنا اون كويير عندك شويه تاع زبده لي باش تطري لاباط تاع زبده باش تقعد لاباط دامون تاعنا فيها لو غرا اون ميم طون طريه شويه، دو بريفيرونس الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه طريه. دو بريفيرونس راح نلمو قلنا هذا لو ميلونج تاعنا، نخلطو مليح اللوز تاعنا مع السكر غلاس بيان سور، نزيد لك انا شويه الماء ونبداو نزيدو الماء تي تابيت والكولورون ما نزربوش باش ما يغلبناش الماء. دوك نديرو حفره نحطو لو كولورون تاعنا نفرغو عليه شويه، هاوليك لو كولورون ما نكثروش تانيك بزاف جوست نكليرسي ولا بارت هذا باش ما يخرج لكمش كوم بلاط ما تخرجش حاجه بزاف بيضاء وتبدل لوغو. بسم الله
الوغ دائما الماء نروحوا بالعقل باسكو السكر يشرب وتغلبنا. انا توجور نقول لهم اللي تصعب له يستعمل لا كميه في الماء بالعقل بالعقل يزيد بلا كميه هكذا باش ما تغلبوش ياخذ وقت ويطول بس صح عندك النتيجه تكون جوست ما تروحش خساره باسكو ما تطراطراش سينو نزيدوا الكيله واحده اخرى تاع لوز. الوغ هنايا لا بات داموند كما قلت لكم تقدروا اللوز ترحيوه في الدار ولا عندكم غبو شباب مليح ليرحي لكم غبره كما تقدروا تاني تشروه راهو متواجد في الاسواق زمان ما كانش كنا لازم نرحوه في الدار عندنا غبو مليح مش مليح لازم يخرج فينا ميدوكارا وكلش متوفر تسهيلات راهي بزاف الحمد لله غير اللي ما يحبش يخدم سينو الحق تاع ربي في لي غاتو راه ملي كاين بزاف دي زانغريديون اللي ما كانوش بكري اللي الناس كانوا صعيبه عليهم باش تخدمهم دوكا لي فارس راهم واجدين كاين لو فوراج واجد كان كلش زمان يتخدم باليد الو قال لكم دوكا كاين زمان ناوال حضرنا لقيناها واجده شويه حضرنا كان لي مويان دو بور كنا لازم نبتكروا لازم نخموا لازم نعرفوا كيفاش نقتاستوا نعرفوا كيفاش نوفروا ولا نجيبوا هذيك البنه اللي نحتاجوها باسكو كيما قالت لي برودوي ما كانوش كانوا قلال كانوا عزاز لي مولا فوالا احنا مقتنع ان هنا هكذاك وكنتو صح تخرجوا خرجتوا دي فغي غوسات لي دوكا ميم بلي زانغريديون هادو مي ما نعاودوش نخرجوا لي غوسات لي فاتوا خرجوا رانا بريسك نعاودوا ولا نزيدوا اضافات برك exactly. على الحاجه القديمه احنا هاد الكفته تاني تاع توميه ميم قريتيها عندي في لابات في الكفته ودوكا وبعدها وهذه سيت اون ريسيت كانت في نقول لكم في 2005 2006 اللي كانت هذه الكفته ولا هذه لا فورم تكزيستي مي دوكا في الاونه الاخيره ولا طوندونس ولات طوندونس حيات وعاودت ولات طوندونس يدومونديوها بزاف انا كوم عندي المحل دوكا راني نشوف الناس واش يدومونديو بزاف دوموندي الكفته تاع توما في المناسبات ولا يدوها هكا للسهرات راهي تمشي ما شاء الله نبدلوا فيها شويه دي كور دي كولور كل واحد يختار على حساب المناسبه اللي عنده وميم تو حتى كل واحد والذوق تاعو هذا بيان سور هنايا لا بات راهي ما شاء الله هاي لا بات تاعنا كميه تاع الماء راكو شفتوا لازم تكون حاجه كبيره لازم تكون هكذا سي اون بات ما جاريه ما يابسه كي ناخذوها لازم ونسيو نديرو اون بول تاخذ لنا لا فورم تاع لاب وما تلصقش هكذا وما تلصقش في اليد انا جوست هاي لاصقه باسكو مازال ما نحيتهاش نغسل يدي نفيلميوها بيان سور ما نخلوهاش للهواء باسكو تربي هذيك الخوت من الفوق لا كوش هذيك وتخسر لنا توجور كي نخدموا لا بات دامون تاعنا ولا نكملوا الخدمه بها نفيلميوها ونرجعوها نخلوها ما لازمش تكون اون كونتاكت مع الهواء وانا هنا راح نفيلميها لك قلنا دائما حتى ما عندكمش بابي فيلم ديروا ان ساشي دو كونجيلاسيون ثاني راح يوفي بالغرض المهم ما تكونش اون كونتاكت مع الهواء مع الهواء هذا ما كان باش ما تربيش هذيك لاكوس من فوق وتيبس هذه هي الوغ راهي ما شاء الله واجده واش نزيدو دوكا لا فارس خدي لي هذا داكوغ نبداو ناخذو نوتر ريسيبيون باش نخدمو لا فارس تاعنا اللي نديروها داخل لا بات داموند بارابور لا فارس عندنا اون جينواز جينواز كلاسيك اللي جميع وحده مداريه تخدم اون جينواز وتنجح لها يعني عندها وصفه معتمده تستعملها ما عندناش اون جينواز عندنا دي مادلان ولا موسكوتشو كاريمون المهم يكونوا مرحيين حاجه من هادو سواء مادلين جينواز ولا موسكوتشو يكونوا مرحيين نرحيوهم بيان هنا عندنا درتي هنايا جينواز سي سا لا اون جينواز هنايا طيبناها خليناها تبرد مليح باش ما تعجنش ورحيناها في الغوبو عادي نزيدو معاها بيسكوي لو بيسكوي كل واحد واش يحب ليسونسيال يكون ان بيسكوي ساك ماشي فارسي ما فيه ني شوكولا ني اون كريم يكون دي بتي بور ولا لو ماكاو ولا يحب الا يستعمل كوشوكو ولا ولا حتى هذاك لو كاسكروت اللي كان بكري هذاك لو كارلي تاع زمان ثاني هذاك نقدروا نرحيوه ونزيدوه هنا ندير نص الكيلة برك تاع كاطو مع كيلة كبيرة تاع لا جينواز عندنا مكسرات مكسرات سي اوشوا حتى فاكولتاتيف اللي يحب ما يديرش ما يديرش نقدروا نستغناو عليهم سينو اللي عنده حفنه صغيره واش كان لوز جوز نوازات انا عندي ان ميلونج هنا تاع كلش تحمصيه بيان ونرحوه نرحوه بصح في الخشين
باش تحسيلو سي كونكاسي باش هكذا لي في كروستيون يقعد داخل تحسيلو تري بيان. الوغ هنايا هاد الخطوه هادي حفنا ولا على حسب المقدور المكسرات ولا قلنا تستغنى عليه ولا تقدري تستغناي عليه كاريم. لا كان درتوه برك ديروه يكون خشين وبيان سور خشين باش نحسو به وبيان سور يكون محمص باسكو المكسرات في الحاجه اللي ما طيبش لازم يكونوا محمصين باش يطلقوا البنه تاعهم. راح نلمو هذا لو ميلونج تاعنا. عندنا اون كويير تاع شوكولا تارتيني كيف كيف لو موديل اللي مداري تستعملوه ولا لا مارك اللي تحبوها تاع شوكولا اتارتيني. وقد ما تكون برودوي دو كاليتي قد ما قد ما لو غاتو تاعنا يكون دوبلي البنه تاعو تكون دوبلي صح. عندنا اون كويير ونبداو. اعطيني اون اوتر كويير نوال شك نعطيك اون سباتول جو بريفير اون كويير باش نحبط بها. داكوغ. وعندنا حلوة الترك. حلوة الترك راح تزيد لنا هنا البنة بالقو تاع الشوكولا. هذا لو موديل تاع حلوة الترك هذا بالقو شوكولا تقدروا تزيدوه هنا راح يزيد في القو. الوغ حلوة الترك الأقصى كيما نقولوا ما كاش اللي ما يعرفهاش واللي يذوقها اوتوماتيكمون دائما ما يقدرش يستغنى عليها. عندها بنة بالبزاف بنينة اون بلوس دو سا فيها بالبيستاش فيها باللوز بيان سور. دوك نجيب لك فيها بزاف ليغو. هذه حلوه فيها بزاف ليغو. وحاجه اللي عجبتني في الحلوه تلقايها تتفتت ماشي هذيك المعلكه اللي تتعجن وتجيني في اليد. فوالا هاني هنا نحيت لك مرمله هنا دوكا ما بين يديك تحسيها بلي مرمله تتزربع تمتم تدخل كامل تحصلي على البنه تاعها ما تقعدش في بلاصه باسكو نعرفوا حلوه الترك كاين انواع واون بلوس دو سا دائما نشرو موديل ومن بعدك نقابرو حنا ناكلو في نوع شويه مخصوص. الوغ هذه فريمون فيها البنه وفيها مام في الحلويات تضمنوا انه البنه تاعها تكون كامل في الحلوه كامل في الحبات كامل ومليحه كي فيها ليغو كامل فيها شوكولا يعني واش تسحقي تلقاي تحبي حاجه وبيستاش تلقاي شوكولا اللوز بيستاش. الوغ لازم لك اون سباتول ثاني باش نهبطوا بها كريم او بيغ تاعنا. الوغ اليوم وي بيان سور نزيد لك بشويه كي تقولي لي نزيد لك نزيد لك لا كريم او بيغ واش درتي لها؟ كريم او بيغ تاعنا اون كريم او بيغ كلاسيك اللي عنده كيف كيف وصفه مداري يستعملها ياخذها اللي ما عندوش ناخذو لو طون بور طون كيلا تاع زبده سكر. بكيلا تاع سكر زبده واش حبيتو كوم مارغارين وعندكم كيلا تاع سكر نضربوهم مليح في الباتور ولا في البيترا حتى يدوبليو الفوليوم ديالهم ويبلا يبيض هذاك لو ميلونج كي يبيض نزيدو شويه زيت باش ما تعاودش تيبس لنا هذيك الزبده نزيدو له لاغوم اللي حبينا. اذا حبينا حاجه شوكو نزيدو شوكولا تارتيني بلوس كاكاو اذا حبينا حاجه فخاز نديرو لاغوم تاع الفخاز حبينا فانيلي وخاليني هنا درناها شوكو درنا لها كاكاو ودرنا لها دو كويير شوكولا تارتيني تري بيان يعني جات كريم او بيغ بو شوكو. يعطيك الصحه. الوغ شفتوا لا كريم او بيغ بطريقه ثاني سهله اللي فيها غير السكر و بيان سور لا مارغارين في الباتور درب مليح ونزيدو لها اغوم اللي حبيتو مام حتى الكاكاو كيما دارت هي وانتم تقدروا حتى كيما قالت لكم فريز في حشوات واحد اخرين ايتو تقدروا تستعملوهم ماشي الشوكولا. نزيد لك شويه هنا كومغو زيدي لي شويه ناول نعرفوا بلي لو بيسكوي يشرب صح. وانت حابه ديريها طريه بزياده وتحطيها في ونديروها في الكونجيلاتور تجمد لي بولات هذوك اللي نوزنوهم تاع لافارس نديروهم في الكونجيلاتور يتجمدوا باش هكذا تجينا سهله نفاصونيوهم داخل لاباط دامون. الحاجه الاولى تجي سهله امينه وتزيد ثاني بعد ما تكون في كونجيلاتور وتستعملوا هاد الحشو في هاد لاباط دامون ومن بعدك بعد ما تفاصوني وتمدوا هذاك الديكور تاعها راح تدوب لداخل وماك تلقاو هذيك لاكوش تاع لاباط دامون من الفوق شاده روحها والداخل قلبها طري معسل هكذا على هذيك اللي نديروها شويه تلقى ما نديروهاش ناشفه باش خطوها ما نحسوهاش جو ناشفه في الفم. سي نورمال زيدي لي شويه نوال.
الوغ اليوم في مطبخ الايادي الذهبيه وصفه اللوزيه التوميه بلوتو بطريقه بزاف 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 راح تكون راقيه في الاخير، لان واحد تستعمل واحد الورود ثاني سامب، مي دائما نقول في البساطه قوه، كاينه قوه فوالا. ومام الحشو كما راكم تشوفوا فيه غير الحاجه البنينه العزيزه اللي دائما نتوما كديروا الافراح اوتوماتيكمون راح يجيكم العزيز، راح تعرضوا ناس تحبوهم يفرحوا معاكم اوتوماتيكمون، راح ديروا لهم حاجه اللي تستاهل بمقامهم. نزيد شويه شويه برك نكملوا نلموها وكيف كيف نديروها في ان فيلم اليمونتير. الا كنا ماش نستعملوا على سور بلاس، سينو نوزنوها دي بول وندخلوهم الكونجيلاتور كي نكونوا حنخدموا بها. تري بيان، الوغ شفتوا لا فارس راهي قريب نكملوها، راهي طم فيها. دوك نديروها دي بول، دي بولات شحال الميزان تاع لي بول؟ راح يكون من 25 ل 30، 27 30 في لينا. هذه لا فارس تاع لا فارس يكون من 27 ل 30 باش تجي الحبه في لينا، ما كبيره بزاف ما صغيره بزاف، كوم حنا لي زالجيريان ما نحبوش حاجه صغيره بزاف وما نحبوش حاجه بعينينا. ايوا الوغ تجي في لينا. لا بات داموند نوزنوها 40، عندنا 40 وعندنا 27 حتى ل 30 هنايا في لافارس. وهنايا دوكا لا بات نوزنوها اللي هي لا بات داموند ولا فارس اللي راكم تشوفوا فيها يتبريباري فيها، نزيدو ثاني نوزنوها 25 حتى ل 30 ونديروها في الكونجيلاتور ونديباراسيو لو بلون دو ترافاي تاعنا ونعاودو نولو باش نفاصونيو ان شاء الله كيف كيف ونديكوري كيف كيف. مالا بقاو معنا بعد الفاصل راجعين. ولينا لكم بعد ما خلينا لابات ترتاح ولا فارس اللي كانت بالشوكولا تكون في الكونجيلاتور تجمد، ودوكا نروحو كيما قلنا نفاصونيو الحبات تاعنا. لا انطلق وزنا دوكا نحلو لابات داموند تاعنا بيان سور باليد عادي، ندخلو لافارس تاعنا ونغلقو عليها. ايسيي وما توسخوش لاباط داموند تاعكم بالشوكولا باش ما يقعدوش جامده. هذيك اللي راح تعذبنا في الخدمه امبوسيبل، الوغ نجمدوها باش تجينا سهله باش تدخل، تجينا سهله باش نبوليوها. ندخلو زوج حبات وندير لهم الشكل باش يشوفوا بيان سور اللي هي شكل تاع التومه ولا كان يقولها الصوص تاع التوم. كل واحد كيفاش يسميها، هي ديجا كانت من قبل لا فورم تاعها وكنا نديروها في الاعراس وكنا ميم نقدروها في ليزيكول. مي ولات دوكا توندونس، عاودت ولات وتبدل شويه ديكور، عاد يديروا ورد من الفوق، مخدوم دي موتيف جدد تاع افلور. اكزاكتومون. بعد ما دخلنا منين عاونتي، بعد ما دخلنا لافارس تاعنا الداخل بوليناها ليسيناها مليح، ما تخلوش لي زونبخانت تاع صبعتين بيان سور باسكو يديفورميوها. ناخذوا لا كوبات ونخدموا الفصوص تاعنا، نقسموها على 4 ومن بعد على 8 هكذا. ومن بعد ناخذوا لو ناكري تاعنا، خديت هنا ان ناكري كومبايوتي، ان ناكري لي بان ماشي اون بودر، لي شباب لا بريونس تاعو شابه تمد ان رابيل بالدوري. هذا دائما احنا حلوياتنا كما نقولوا كي نستعملوا فيها لو ناكري ولا هذاك اللون الذهبي اللي هو لون الايادي الذهبيه واللون الرويال الراقي اللي يليق في دوك. تشوفوا الكاتو هذا تعرفوا بلي راهو تاع الاعراس، راهو تاع المناسبات يعني الكبيره اللي نديروها. الوغ هنايا استعملتي درتي مع الورقه كيما نخدموا حنقول كيما نخدموا لو كونترير، نقدروا نديروا الناكري هو الاول ومن بعد نخدموا الفصوص تاعنا بلا ما نتوشي في لاباط بصبعتين باش هكذا ما نخرجوش لي زونبخانت تاع صبعتين في الحبه. خدموا براحه اليد وخدموا بالكوبات ولا بالموس ولا المتوفر عندكم، ماشي لازم لا كوبات، ما عندناش مشكل. هنايا كملنا هذه نابويو شويه بصبعتينا في لو ميليو في الوسط تاع الحبه باش ناخذوا بلاصه اللي نحطوا فوقها الورده. دوك راح نوري لكم هنا الورده كيفاش نخدموها. نجوزوا للديكا عندنا اليوم حبينا تشوفوا التوميه لا بات تاعها ولا فارس تاعها وحتى الشكل تاع الديكور يعني تخدموه. ما دخلنا عليهم اليوم بوالو ناول دو ا ازاد اليوم. لازم احنا دائما كي نبدو حاجه نبدوها بيان سور ان شاء الله تلحق ثاني للقلب. كيما تخرج من القلب تلحق للقلب. ناخذوا اون باتا سوكر كلاسيك، اي باتا سوكر اللي تخدموها ولا تشروها انا شريتها، نكولوريوها بلا كولور اللي حبينا نخدموا بها الكفته تاعنا لا فلور تاعنا تاع الكفته.
ومن بعد نديرو اون بول بهذيك لا باتا سكر وندخلوها داخل هاد لو مول. هاد لو مول اللي راهو ليك طوندونس وراهو يتخدم به هذيك لا فلوغ، ما يخدموا به حتى واحد لو سابلي. هاد لو مول هاد لو موتيف تاعو يخدموا به سابلي او شوكولا. نخدموا حنايا بهاد لا فلوغ بلا باتا سكر ندخلو حتى يكون هاد لو مول راه متواجد ولا بات ثاني تشريها وكاينه، بصح الورد ديك اللمسه اللي باليد اللي تقدر كل واحد لازم يعرف باش يخرجها. وحنا حبينا تشوفوها ثاني اليوم في الحصه وفي الحلقه باش تقدروا تخرجوها كيما راهي قدامكم. ونقول لهم ثاني ميم اللي صعبت عليه ماشي صعيبه، نخدم الكفته تاعي وكاين الورد راهو يتباع، راهو على كل انواع واشكال، ماشي كيما بكري دوكا لا كولور اللي حبيتي ولو موديل اللي حبيتي. مي ماذا بينا حنا ثاني الورد القهوه تاع خدمه تاع اليد اللي راهم يبيعوا فيهم، نتوما تشوفوا الشكل قادرين تخدموهم وديروهم في لي بواط وتبيعوهم. اللي راهي خدامه ما عندهاش الوقت دير الصناعه يسترزقوا، كل واحد يسترزق ويدي مكتوبه. بعد ما خرجنا لا فلوغ تاعنا انا نزيد نخدمها، نقدروا نديروها هكذا كيما راهي، مي انا نزيد نخدمها شويه بلو ستيلو تاعي، نزيد نرققها شويه باش تمد لي في ناتوريل تاع لا فلوغ. انا في ناتوريل نخدم لا فلو لي بيتال، نخدمهم جوست في الطرف شويه، نرققهم ابان يعني ما لو سونتر ما تمسوش، لو سونتر ما نمسوش، نخدم لي بيتال غير في لي بو تاع لي بيتال تاعي باش يمدوا ان ايفي ناتورال. اون بعد ناخذوا هاد لي بيير، هاد لي بيير ثاني راه متواجدين، كانوا زمان عندو زان خياطه دوك ولاو حتى عندو زان الحلوه. هاد لي بيير كيما نقدروا نديروا في السونتر اي حاجه، شويه لاكري تكفي، شويه لا فري دور تكفي. انا حبيت لكم حاجه شويه غوايه للعيد باش تبهروا بها ناسكم في العيد، سورتو للافراح والاعياد، وسورتو كيكونوا ناس كيكونوا بنات صغار يحبوا يتعلموا هاد الصنعه، يحبوا هاد الشيء. دوكا البنات دوكا يحبوا حاجه كلاس، يحبوا حاجه الوغ ديكور يلعب دور كبير كبير، يمد لا فالور للحبه تاع الكاطو. ان شاء الله ربي يحفظ. نحطوا لا بيير تاعنا هكذا في الوسط ونحطوا الورده في الوسط، نمدوا لكم لي وصفات سورتو الجيل اللي راهو جاي دوكا ان شاء الله، اللي يحب بزاف حاجه مهمه حاجه. واش قلت لك؟ بعد ما خدمناها درنا لها لا بيير ندخلوها داخل هادوما هاد لي بلاطو شغل تاع البيض، راهم يتباعوا راهم متوفرين، سينو تاع الفريجيدير تغسليه وتخدمي فيه، ينشفوا تبات هاد الورد يبات ليله ولا ليلتين حتى ينشف ياخذ لا فورم هذيك تاع طالع، ونابويه فوق الحبه تاعنا. وهنا امينه درتي شويه لو دوغي، درت شويه لو دوغي في لو تور تاع لي بيتال. حاجه سهله عندنا كيف كيف هاد هاد لي فلو هاد لي فاي هادوما ثاني راهم يتباعوا راهم متوفرين راهم في الديكور دوكا راهم طوندونس، ويقطعوا منو دي فلور دوكا يتباعوا مقطعين في دي بواط. ناخذوه نديروه في الوسط في لو سونتر تاع الحبه ونابويو عليه شويه باش ياخذ لا فورم تاع واقف هكذا. ناخذ ورده من هادو اللي كنت خدمتهم انا من قبل ونشفتهم، نديرو شويه تاع لا كول اليمونتير راهي اللي تتباع متوفره في السوق، ونحطو الورده تاعنا في الوسط نابويو عليها شويه كيف كيف. نزيد الحبه الثانيه، حاجة سهلة وحاجة بزاف شابة، وأكيد راكو تشوفوا فيها تقولوا هكذا برك هذا ما كان، ماشي حاجة كاع صعيبة، وحنا هذا هو الدور تاعنا باش نسهلوا الأمور. نسهلوا لكم. هاي ليك الكفتة تاعنا، نقولوا لهم فاصل نروحوا ليه ونعاودوا نولوا تشوفوها في طاولة التقديم، تشوفوها مزينة في الكيسات في النابخون، كل حاجة تزيد لي الكاطو كي ديريه في الكيسات تولي عنده هم أكثر، كل حاجة تزيد له. راح نشوفوها إن شاء الله من بعد معاك أنت يا نوال بلمسة تاع الشاف. يسلمك تعيشي. ولينا ليكم بعد ما كملنا كيفية تاع اليوم اللي كانت توما ولا تومية كل واحد واش يسميها بلبسة الشاف أمينة اللي راهي معنا. يعطيك الصحة شاف. الله يسلمك نوال، إن شاء الله تكون عجبتهم كامل الناس، سينا سهلوا ونبسطوا الوصفة قد ما قدرنا، إن شاء الله كامل اللي يسيوها ويفرحوا بها. ان شاء الله يعطيك الصحة، حتى الديكور اللي كان من فوق اللي دائما تشوفوه وتشوفوه صعيب اليوم مع امينه شفتوه يعني بطريقه سهله ومبسطه، وان جو دونفون كيما دائما نقول لهم اشغال يدويه. يدويه. امينه يعطيك الصحة ثاني مرة، واش حابة تقولي اللي راهم يشوفوا فيك ويعرفوا امينه؟ واش حبيت نقول لهم؟ ان شاء الله يعجبهم واش راني نخدم، ان شاء الله اللي كليون تاعي يعجبهم كامل خدمتي، ان شاء الله يفرحوا بها. ان شاء الله نمدو اكثر باسكو هذا دومين كبير مازلنا نتعلمو مازلنا نزيدو نمدو ما خير.
نقول كاع الناس اللي عاونتني ميرسي بوكو، ربي يحفظهم. وليك انت يا ميرسي نوال على الاستضافه. جات خفيفه ظريفه الحمد لله، كانت قاعده هايله، قصرنا كنت متوحشاتك، تلاقينا قصرنا او ميم طون خدمنا كيف كيف، هذا شرف ليا بيان سيغ. الله يسلمك وشرف لينا حنا ثاني. وباش نقول لكم باللي المطبخ ولا حصه الايادي الذهبيه تستضيف الناس العزاز علينا اللي دائما يجيبوا لنا الحاجه العزيزه باش نمدوها لكم ونجيبوها حتى لدياركم، ولهذا دائما انتظرونا وكونوا اوفياء. في الحلقات المقبله حتشوفوا غير اللي شاف يجيبوا لكم الحاجه الخيره ان شاء الله. الحمد لله يا رب، ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن ان شاء الله. ماذا بيا انت تخدمي اميني؟ بقاو على خير. ان شاء الله تكون جات الحصه خفيفه ظريفه عليكم، ان شاء الله نكونوا عجبناكم. انا ونوال كنت متوحشتها، قصرنا شويه، جوزنا مومون دو بليزير. بالصحه والهنا، سي يو لا ريسيت، ما حش تندموا عليها. ما تندموش.